تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تستمر الاشتباكات في الجهة الشرقية من مدينة الرقة في كل من حي الروضة وداخل أحياء مدينة الرقة القديمة بعد اجتياز قوات سوريا الديمقراطية لسور المدينة القديم، حيث تشهد الجبهة معارك عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة. أما في الجهة الغربية فقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم من السيطرة على أغلب حي الدرعية باستثناء وجود بعض جيوب لداعش منتشرة ضمن الحي بحسب ما أفاد به قياديون ميدانيون في هذه الجبهة، مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية في عملية تفتيش كاملة للحي. أكد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات السلام السورية جنيف السابعة أن وفده تقدم بمقترحات للانتقال السياسي في سوريا ويحقق تقدما بشأن القضايا المطروحة مع فرق الأمم المتحدة، لكن وفد نظام الأسد يرفض الدخول في المفاوضات بشكل جدي. أعلنت مصادر أمنية عراقية أن مجاميع من تنظيم داعش شنوا هجمات متفرقة على مناطق تابعة لمدينة الموصل، وأضافت المصادر أن قواتها والعشائر صدت هجمات لأفراد التنظيم على قضاء الحضر بعد أن دمرت طائرات الجيش سيارات داعش المفخخة، وبعدها قتلت القوات العراقية المهاجمين ودمرت أسلحتهم. قتل 20 إرهابيا على الأقل في قصف جوي شنه الجيش المصري على تجمع في قرية بلعة غرب مدينة رفح شمالي سيناء، وتمكنت طائرات الجيش المصري من تدمير سيارة أثناء محاولة فرارها وقتل 4 إرهابيين كانوا بداخلها. قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الأربعاء إنها رفعت حظرا على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول بمقصورات الركاب على رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة. وبقرار يوم الأربعاء تبقى القيود المطبقة في شهر آذار مارس الماضي مفروضة على شركتين فقط في الشرق الأوسط. كللت جهود شركة هايبرلوب 1 للنقل فائق السرعة بأول تجربة ناجحة ليخرج المشروع العملاق من طور النظرية إلى إطار التجربة العملية، ويخطط عدد من دول العالم لتنفيذ المشروع منها الولايات المتحدة والإمارات وروسيا وفرنسا. قالت مجموعة بي أس أي لصناعة السيارات إن مبيعاتها في النصف الأول من العام انخفضت في أوروبا ووصلت تراجعها في الصين، لكن عودة الشركة الفرنسية إلى السوق الإيرانية أبقت أرقام مبيعاتها العالمية في النطاق الإيجابي إذ زادت المبيعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.